الحوثيون يستعرضون بقوة عسكرية جبارة في محافظة إب قوات ما يسمى المنطقة الرابعة. من بتهددوا يا حوثة؟ تستعرضوا وترسلوا رسائل لمن؟ لمن بترسلوا رسائل؟ الاستعراض هذا بالأسلحة وبالعروض. استعد! من بتهددوا؟ من؟ احنا نعلم ان عندكم قوة ردع استراتيجية. اوكي يا حوثة؟ اتفقنا على هذا الكلام جميعا. اتفقنا. عندكم سلاح قوي. اذا اردتم من محمد بن سلمان يعني يبعد السروال ويرسل به لكم، لا يرسل به فورا وبطائرة خاصة. اذا اردتم من محمد بن سلمان انه يسلم لكم عدن، لا يسلمها لمجرد انكم تهددوا ارامكو او ابو ظبي. قادرين تستلموا اي منطقة؟ هذه الدول هشة كرتونية، ما عندها قدرة على الصمود امام يعني صواريخ ولا مسيرات. عندهم اقتصاد الامارات، لو مسيرة واحدة يعني تقع بوسط ابو ظبي ولا بوسط دبي، والله لا يروحوا كل المستثمرين، تسقط على طول. طيب انتم بتستعرضوا على من؟ هذه القوة من بتهددوا فيها؟ ما احنا نعرف امر العمالقة اللي يقودهم المطوع السكبة، ابو زرع المحرمي. هذولك قياد امرهم بيد النظام السعودي الاماراتي. تارق التوارق، تارق عفاش، عزكم الله شراب. يستخدموه زي ما الشراب، يخلعوه متى شاءوا ويلبسوه متى شاءوا. يعني قادرين ما يخلوه يخرج من المخاب بلحظة ولا من الخوخة، بتوجيه على طول، والله يسلم. ما لا أبوه مبدأ يسلم فورا زي ما سلم الحديدة. هو أبو زرع المحرمي وأبو البعساس الذي كان داخل تعز انسحبوه بليلة ظلم، سلموها أوامر وساروا يحاربوا بشبوه ضد الجيش الوطني بأوامر من التحالف. طيب يا حوثيين، من بتهددوا؟ الانتقالي كذلك قياد أمره بيد السعودية والإمارات. من بتهددوا؟ نحن نعلم علم اليقين ان هذه الاستعراضات العسكريه حقكم والهمجمه في الداخل اليمني هي اكثر من ان تكون رساله للخارج للسعوديه او الامارات، بل رساله للجيش الوطني، لحزب الاصلاح، هؤلاء الرجال الصادقين الذي صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بمقدوركم يا حوثيين تهددوا ارامكو، تهددوا قصر محمد بن سلمان نفسه، ولن يستطيع محمد بن سلمان ان يفرض على حزب الاصلاح تسليم مأرب او تسليم تعز مثلا، لن يستطيع، والله لن يستطيع. حاول الحوثي مرارا، كم ضرب صواريخ على السعودية، وأعيد لكم مجددا تصريح السفير السعودي تحدث عن هذا الموضوع، لأن السعوديين متعودين أنهم يقدموا التنازلات، يخافوا من ضربة الحوثي على المناطق الحساسة داخل المملكة فيسلموا ويخضعوا ويتنازلوا، يقدموا التنازلات تلو التنازلات للحوثي بكل أريحية، فكوا المطار، فكوا الميناء، تعز ما رضوا يفكوا حصارها. يعني الحوثي يتلقى تنازلات دون أن يعطي بالمقابل تنازلات من جانبه. ليش؟ لأنه خلاص أدل السعودية والإمارات، أدلهم فعلا، ما بالكم بمأرب؟ كم قد أدل السعودية من أجل يسلموا له مأرب بارد مبرد فيستلم نفطها وغازها بكل سلاسة من غير ما يتعب. هذا تصريح السفير السعودي، اسمعوا. أمضى الحوثي سنة ونصف يحارب محاولة السيطرة على مأرب، واستغل رغبة الشعب اليمني في الحياة، واغراهم بانه اذا احتلينا مأرب سنصل الى النفط والى الغاز والى المشتقات النفطيه والى لان عندهم في مصفاه هناك، وايضا صناعه الغاز المنزلي وايضا غاز المصدر، واضافه الى وجود محطه كهرباء، اكبر محطه كهرباء في اليمن، انشئت من قبل المملكه العربيه السعوديه بعض المانحين الدوليين. فكان يوعدهم بانه اذا اخذنا مأرب انا بعطيكم وظائف، سنسيطر على الدوله، سنمكن انفسنا، يمكننا تصدير البترول، لا افعل ما نشاء. بعد سنه ونص واكثر، بعد ان يعني زج بابناء واطفال الشعب اليمني الكريم في شمال اليمن في مأرب وهزموا وقتلوا، ارتدت عليه عكسا في هذا العمل، لدرجه انه هو يعني صار حريص على، كان يرفض رفضا باتا الحديث عن وقف اطلاق النار، يتحدث فقط عن فتح مطار وفتح ميناء، ويرفض رفضا الحديث عن وقف اطلاق النار. هذا موضوع ليس من حساباته، يعني حتى انه عندما توسطت سلطه عمان ورسلت فريق لصنعاء في محاوله منها لاقناعه بايقاف اطلاق النار وجلوس على طاوله الحوار وفتح مطار ميناء استجابه للمبادره السعوديه، رفض وقدم لهم مبادره اسمها مبادره مأرب، سلموني مأرب ونحط عليها اداره مشتركه ونديرها نحن ويخرج الجميع من فيها. يعني فيعني كان هدفه فعلا مأرب، وكان يوعد الناس بهذا الوعد، الحقيقه فشل تام وارتدت عليه. شايفين كلام السفير السعودي؟ هذا يؤكد لكم ان النظام السعودي متعود يقدم التنازلات للحوثيين، فما عاد تورع انه يتكلم بهذه الحقائق. قال الحوثيين طلبوا مننا نسلم لهم، يعني تخيلوا ما عاد في يعني قليل من الماء بوجوه آل سعود الا صمود مأرب وتعز. ما عاد بقى الا تعز ومأرب، يخلوا السفير آل جابر يتبختر يقول كانوا يطلبون مأرب وكانوا هم طلبوا الحديدة من قبل فسلموها بلا نظلم، لا تصدقوا، استكهالم، ابقى بمناطقك، ما الإصلاحين بتعز مطوقين، ممنوع عنهم السلاح، والجيش الوطني ممنوع عنه السلاح، حمود سعيد المخلافي
أقصوه من المشهد عنوة. هل قاموا يقولوا احنا بنسلم الحوثي خلاص في يعني إرادة خارجية وكذا واتفاقيات وما يريدوا يخلونا نتقدم؟ لا، استمروا مسيطرين ماسك لمناطقهم، زادوا طهروا تعز كان في أبو البعساس أبو الخرثاس أبو نظفوها من الخونة والمرتزقة الذي يمكن يميلوا للعدو السعودية والإماراتي أو للحوثي. تعرفوا بالبعساس كان خطر. شوفوا هذه الاستعراضات يا حوثيين أنتم بتحاولوا تهددوا فيها تحديدا في المنطقة العاربة الرابعة، كنت بقول العاربة. شوفوا بيقع لكم عراب من هذاك الذي تعرفوا. أنا داري أنتم لمن بتوجهوا رسائلكم هذه، رسائلكم هذه والاستعراضات تحاولوا أنكم تفجعوا حمود سعيد المخلافي. مش تقدروش، والله ما تقدروا. حمود سعيد المخلافي خلي الكلاب تشبع وقتها لما حاولتوا من قبل بأكثر من 3 لواء معكم الحرس العائلي التابع للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الذي خلعته توكل كرمان وعبد الله سعطر. أيوة كان معكم الحرس العائلي حقه والأمن المركزي والقوات الخاصة كلهم نزلوا لتعز. هذا غير أنه عفاش كان يدعم خلايا داخل تعز تعمل أعمال إجرامية وإرهابية تشويه للأبطال، وغير أنه كان يدعم بعض الفصائل داخل تعز لتتناحر. تخيلوا، ومع هذا حمود سعيد رضي الله عنك، شاهدوا هذا المقطع على أفدالكم، شاهدوا الفيديو، وهذا يقول وين جا الحوثي هذا؟ وين جا؟ وكان يمسك لكم القيادة حق الحوثي وهكذا. طرق 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 الله لطم أبطم لطم يا لطمهم لطم مع يد ساعة الكورية كب بب بب ما بهذا البهم. شوفوا أقسم بالله رجل يلا بسيارة يلا بسيارة هيا قلي الحياة طبحني لمن يمسك طبحني قلي الحياة. أسد 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 أسد، أنا أشهد أنه أسد. حمد سعيد المخلافي هذا رمز الكرامة في تعز، هذا من جعل البرغلي قيمة. كان صاحب مطلع يقول يا ذاك هولا شوية براغلة نتعسهم بطقم طقمين نلفلف أبتهم ننزلنا شاوطهم بخيزرانة. خرج لهم حمود سعيد بخيزرانة شاوط أبتهم علي الحرام. الكلاب الواحد أصبح ثور، أكلوا أكلوا أكلوا. خرج لكم إلا أصحاب تعز من الحجرية من مخلاف من أصحاب بناطيل طيحني من طلاب الجامعات من اشتغلوا اشتغلوا خلوا الحوثة والعفافش يصيحوا يغوروا هؤلاء طواعش هؤلاء قتلة هؤلاء إرهابيين هؤلاء طواعش. حتى عفاش ما قدر يخفي حقده، ما قدر خلاص تألم أوجعوه، ما عاد قدر يخفي حقده على تعز. قال لكم هذول البراغلة يوقفوا بوجوهنا هكذا، دخلنا إب دخلنا دمار دخلنا صنعاء دخلنا أبيان دخلنا يافع دخلنا الضالع دخلنا عدن وصلنا لهذه المناطق وصلنا، المهم وصلنا. إلا هذا حمود سعيد ما يفصلنا عن بيته إلا كم كيلو، ما قدرنا ندخل المدينة. الرجال جنن طلع قال هؤلاء كلهم طواعش إرهاب احرقوهم دقوهم بالقناصات. شوفوها شوف الفيديو. الذي بيقاتلوا في تعز إرهاب كلهم دواعش، ولكن هناك رجال، هناك رجال وشخصيات بالقناصات. دقوهم دقوهم بالميتس دقوهم بكل أنواع الأسلحة أحرقوهم لدنهم درس. خرج عن طوره الرجال، خرج عن طوره دقوهم بالقناصات. يعني تعز قيض الله لها الشيخ حمود سعيد المخلافي أذل عفاش من قبل عندما أحرق الساحات، وأذل عفاش والحوثي معا عندما حاولوا يجتاحوا تعز ويعتبروهم مجرد لغالغة ويدعسوهم بعشية وضحاها، لأنه أصحاب الهضبة ما يقبلوش أنه واحد يتمرد عليها من منزل. حاول عبد رب منصور هادي هكذا يشد عن الطريق الذي يريده، ما عاد كانوا يقولوا له صاحب أبين. لحقوا بعده لا داخل عدن، وصلوا له لقصر معاشق. تخيلوا وصلوا إلى قصر معاشق ورغم الطيران ورغم إلا حمود سعيد هذا لا ما قدروا له. خرج شاوطا اطراق اطراق طلع يتباك باك هذاك صالح حسين العزي قبل برمضان اللي فات جالس يقول حاولنا نعرض على حمود سعيد المخلافي انه احنا ننسحب وانه نسلم تعز للسلطه المحليه. قال لهم حمود سعيد ولا بالصندل لا طم لكم هذاك حسين العزي قلبه راح الله معك برا انت مش حسين العزي يعني ابو علي الحاكم. حمود سعيد هذا سم عندها، ابو علي الحاكم استطاع يقرح راس عفاش بليلتين وصل له والله ممسله ببطانيه يتهندل. اما حمود سعيد هذا ما قدروا له، حتى الان وقادوا خارج بتركيا جالس يعني يعالج الجرحى والمبكرين والمعاقين من المقاومات والشرطة اللي بيواجهوا الحوثي، وجالسين يسخروا قادوا في تركيا مع مطاعم تتبتتبتا خلاص حمود سعيد حمود مطاعم
طيب هذا صاحب المطاعم قادوا يعني تقولوا معاه مطاعم، ليش ما تدخلوا تعزوا؟ من الذي منعكم؟ شفتوا يا حوثة؟ شفتوا يا عفافيش يا متعوتين؟ ما تقدرهم. وهذه العروض العسكرية ما هي إلا تهديدات ومحاولة إرهاب للجيش الوطني، لحمود سعيد المخلافي، لعبد الله سعطر، لحزب الإصلاح، للجيش الوطني. أقسم لكم بالله الذي لا يعبد إلا إياه، ما عدا الحوثي ضارب أي حساب، لا للتحالف ولا لحلفاء التحالف ولا لأحد، إنما حاسب حساب لحزب الإصلاح وللجيش الوطني والمخلافي. هذولا الرجال المقاومين الذي سموهم جيش المدرسين، هم الذي الحوثي يحسب لهم ألف حساب ويحاربهم ويحاول قدر الإمكان ينكسهم وما قدر. تخيلوا، والتحالف ضدهم، ضد هذولا الذي الحوثي يحسب لهم ألف حساب، الجعاربة ضدهم، العفافيش ضدهم، المطاوع السكبة حقاب والعمالقة وزراء المحرمين ضدهم، الانتقالي ضدهم، كلهم ضد هؤلاء. السعودي الإماراتي ضدهم، حتى رواتبهم لا تتجاوز 60,000 تصرفها الحكومة، وعادة انقطع شهور وسنوات. 60,000 يمني مش حق زعقة، بينما أولئك المرتزقة الذي الحوثي يقدر يخليه يسلموا بضربة إلى أرامكو، رواتب من فوق 1,000 السعودي ومطلع مطلع مطلع. يعني من بيهدد الحوثي؟ ما هو قادر، زي ما قال لهم خرجوا من الحديدة ولا والله علشان المينا، قال لهم والله لا ندق لكم أرامكو، ندق برج خليفة وندق بالإمارات وكذا، انسحبوا بعشية وضحاها، قالوا تموضع تموضع تموضع، وراحوا يحاربوا من؟ بن عديو وعبد ربه العكب، راحوا هناك تخادموا مع الحوثي. شوفوا حتى التخادم الحوثي كيف مذل لهم ذل، وينهم تبادل منافع، خلاص يد ما تقدر تكسرها بوسها، مع أنه التحالف قادر يكسر الحوثي ويبعث أبو همانة، بس يدعم الجيش الوطني، يدعم حمود سعيد وحده، قسما بالله لا يزفهم، والله لو دعموا ساعة ما دعموا 3 ألوية من ألوية المتحوث تارق التوارق، هذاك الفتال الهارب تارق التوارق، لو يدعموا حمود سعيد بحق 3 ألوية من حق تارق التوارق، إنه لا يزف الحوثيين إلى مران. رجال صدق عقيدة، هذا الإصلاح ما يصافط. لا يقول لي على من بيستعرضوا هذولا، من بتفجعوا؟ من بتفجعوا؟ تفجعوا عبد الله سعطر، عبد الله سعطر ما يخافش، ما هوش محمد بن سلمان يخلص السروال، لا هددوه بضربة محقم سيارة ولا بالستي، لا، يقول لعبد الملك الحوثي والله لا أجر أبوك بالطقم، جر ابن زكعة والله أجح بل أبوك بالطقم، أنا نجح بلك، أنا بجح بلك أنا بالطقم. هنجمة، رجولة، إباء، صمود، إيقاع العربو، أيوة يا حوثة، استعرضوا، من بتفجعوا؟ ما في داعي للاستعراض هذا كله، أنتم فقط ما أمامكم حجر عثرة، أنتم والتحالف والكل إلا الإصلاح والجيش الوطني، حمود سعيد المخلافي، هذول الشرفاء. ولما بقية المناطق اللي تدين بالولاء للتحالف وفيها ميليشيات لا لها علاقة لا بوزارة الدفاع ولا هيئة الأركان ولا بالجيش الوطني، هذول يسلموا باتصال هاتفي، يقدروا التحالف حتى ينتعوا سراويلهم قادة وأركانات وضباط، وسلموها لكم يا حوثيين، ويسلموكم المناطق اللي كانت بأيديهم، إلا مناطق الشرعية والجيش الوطني. ما عد حامل كرامة اليمنيين حتى اللحظة إلا حزب الإصلاح والمدرسين حق اللي بيسخروا منهم، مش أصحاب الرتب والدورات واللي تعلموا ولبسوا النياشين طوال 33 عام، ما هذولك تحولوا إلى زنابيل وطراطير مع الحوثي، ومن تاب منهم بعد فقش رأس عفاش راحوا إلى حضن التحالف شناتر مع أصغر ضابط إماراتي أو سعودي. فسلام الله عليكم يا حزب الإصلاح، سلام الله عليك يا شيخ حمود سعيد، سلام الله على المدرسين، سلام الله على المدرسين اللي يسخروا منهم، شكرا لكم يا رجال الله، يا أولياء الله، يا من أنتم الحجر العثرة والشوكة بحلق الحوثيين وبحلوق التحالف السعودي الإماراتي. والله إنهم يتمنوا إن مأرب تسقط اليوم قبل بكرة بيد الحوثي، ويخلصوا من الحوثي خلاص، يجسوها من الجنوب وهو يجس بالشمال، ما قدروا. الذي ما قدر الحوثي يحققوا عسكريا، يريد التحالف يحققوا لهم بالسلم، يريد يدي للحوثي من إرادة النفط، يدي لهم مليارات وتنازلات، بينما مأرب رفضت وجففت نسر الحوثي. الحوثي قادر يأخذ عدن، أخذ الحديدة بتهديد واحد، بينما مأرب لن يستطيع، كم ضربوا السعودية ولا قدروا الحوثيين، يريدوا يخلوا السعودية تسلم مأرب، ماش بيدها، بمأرب في الإصلاحين، في عبد الله سعطر، بتعز في حمود المخلافي، ما بيسلموا أبدا، حاولوا ما قدروا. خسر الحوثي أكثر من 60,000 زنبيل، شبعوا الكلاب المهم الصحراء، بترول مأرب زاد وتبارك من كثر الذي تحللوا هنا أمانة، المقابر بدمار بصنعاء بكل مكان، عبوا الجراب والمعابش أراضي، أزمة أراضي من كثر ما هم يدفنوا، ما قدروا. هذا الإصلاح يا حبايب، هذا الإصلاح الذي أصلا الحوثي ما دخل صنعاء إلا بمباركة سعودية إماراتية وخيانة من الرئيس المخلوع المقلوع علي عبد الله صالح الملحوش ببطانية،
بخيانة من هؤلاء جميعا من أجل أن من؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يلاحقوا حزب الإصلاح ويبيدوه يعني امتدادا لمقارعة الربيع العربي وإنشاء ثورات مضادة، إلا أن الإصلاح طلع لها مضاد حيوي حامل من تحت شغل أبتهم قرعة جاي يقول لي تحياتي لكم، خلونا نغزن. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة، الذي يحب العبد الفقير إلى الله عبد الله غالب المطحني، اشتركوا بالقناة.